وعندنا طبعا فقرة فار روم، عندنا تصريحات مهمة جدا عن مباراة الإسماعيلي أو الأهلي والإسماعيلي وفوز النادي الأهلي، وكان البعض زي الأستاذ علاء وحيد اللي دايما من أيام القناة الرابعة وهو عنده مشكلة في تصريحاته، ويمكن احنا هنا في القناة ومن خلال البرنامج ده قلنا يا جماعة احنا بنحترم كل الأندية الجماهيرية وبنمد ايدينا بصفحات جديدة مع الجميع، ولكن الأستاذ علاء وحيد مصر ان هو يقودنا لمنطقة احنا مش هنروحها، لان احنا هنا بنتكلم بهدوء وبالعقل وبالحجة وكمان أسانيد وأدلة. نشوف تصريح علاء وحيد عشان نرجع نعقل. النهارده الاسماعيلي ظلم، اخطا يعني ضرب الجزاء مليون في اولا كانوا اتنين، ما حدش خد باله من شد شكر نجيب من التيشيرت في الشوط الاول، لا الفار ولا الحكم رجعوها، والكره الثانيه حكم الفار يرجعها وشفناها. وهقول لحضرتك ليه احنا نقول ضرب الجزاء، وضرب الجزاء مليون في الميه سليمه. نفس الموقف في مباراه الاسماعيلي والزمالك في الموسم الماضي، كان احمد عيد عمل نفس التصرف مع احمد مدبولي، وكان الكابتن ابراهيم نور الدين هو حكم الفار ورجع حكم المباراة في القرار وخلاه يحتسبها. موضوع الأخطاء التحكيم ده بقى موضة قديمة قوي، بقت موضة صعبة جدا. يعني معقول هي المباراة كان خطأ تحكيمي هو اللي حسم النتيجة لصالح النادي الأهلي؟ يعني هل ده طبيعي؟ أنا أساسا مندهش جدا إزاي حكم الفار يستدعي حكم الساحة في كرة ألف به ما فيهاش أي حاجة خالص، محمد هاني ما عملش أي حاجة تشير لا من قريب ولا من بعيد او حتى فيها اي شك، لكن الحقيقه يمكن ده وجهه نظرنا، لكن احنا عندنا وجهات نظر اخرى. عندنا وجهات نظر تحكيميه، ما تخليش الموضوع خاضع للمره اللي فاتت بنلعب فين والمره دي بنتكلم في تحكيم، ونرجع نقول التعصب بيجي منين. لما يكون في قرار تحكيمي الجميع الخبراء تقريبا اجمعوا عليه، هنا الاجتهاد بيسبب حاجة واحدة بس، بيسبب مشاكل وبيسبب مظلومية أصلا ملهاش محل. لما نشوف تصريح أو تحليل كابتن سمير عثمان نطلع ونشوفه ونرجع نعقب. عندنا لعبة مهمة جدا جدا، كل النادي الإسماعيلي بيتكلموا عليها، هل هنا في ركلة جزاء ولا لا؟ هنا هتلاقي في لعيب نادي الإسماعيلي بيحاول يعدي لعيب النادي الأهلي، ما عملش أي حركة إضافية، الحاجة الوحيدة انه رفع ايده الشمال، بس الايد الشمال دي ما كانش ليها اي تأثير. حكم المباراة ابراهيم كان قريب منها جدا، احنا وقفنا شفنا حكم الفار محمد الصباحي استدعاه وفضل راجع مع الكرة، بس هو محمد الصباحي شايف الكرة من ابراهيم، شايف الكرة من الاول لا تستدعى فيها خطأ، كان قرار سليم انه يكمل فيها ولا توجد فيها ركلة جزاء. طب المطلوب من حكام الفيديو لو ما عندكش صورة واضحة تقدر تبين لك الاحتكاك، ما تجيبهاش، ما تجيبش الحكم. انت جبت الحكم هتوري له الصوره اللي احنا شايفينها دي، الصوره دي مش مبينه، انما ايه الحاجه الوحيده اللي بتدي لك سبورت للحكم؟ الحكم كان قريب ومفيش اي لعبه اضافيه عملها لعيب نادي الاهلي. كابتن سمير مش بس حلل اللعبه، ده ازال كل الشكوك وادى درس للبعض في طريقه التعامل زي ما انت شرحت يا اسامه مع اللعبه كان اصلا مفترض تحصل ازاي. هنا محاولة والإصرار على فكرة المظلومية والإصرار على وجود أخطاء تحكيمية مش هي كانت السبب إطلاقا، مش هي اللي خسرتك المباراة. أعتقد ده اللي فعلا بيعطل النادي الإسماعيلي، والاستراتيجية اللي البعض محتاج يتخلص منها ويشيلها من دماغه عشان خاطر فعلا يقدر يعرف عيوبه ومشاكله فين فيطور من نادي الإسماعيلي اللي أتمنى نشوفه في موضع أفضل. ولكن عشان ده يحصل البعض محتاج يغير من عقليته كتير جدا، ومحتاج يبطل بقى يعني اللعب على مشاعر الجماهير. خلينا نواجه مرة مشاكلنا ونحلها. ده طبعا تصريحات أستاذ علاء وحيد، وأعتقد نقطة مهمة جدا لحكام الفار، لو ما عندكش زاوية توضح أن الكرة تختلف عن قرار الحكم يا ريت ما تستدعيش الحكم، بس عشان نكون واضحين.